ازاي نحمي نفسنا من تلف الكبد؟ ده سؤال مهم جدا جدا. حمايتنا من تلف الكبد ان انا احمي نفسي من مسببات. مسببات تلف الكبد احنا عندنا في مصر اكتر من 90% من تلف الكبد نتيجه فيروس سي. طب في نسبه اقل نتيجه فيروس بي. هل في اسباب اخرى؟ في اسباب اخرى بس بنسبه قليله جدا. زي ايه؟ زي بنقول الناشي بيسموه النون الكحوليك سيتوباتايتس اللي هو التهاب الكبد المزمن الغير كحولي الغير تفاعلي. انت عارف هنا في مصر الحمد لله ما فيش كحوليات. بره المنتشر اكتر برضو الكحوليات فبيبقى فيه التهاب كحولي. احنا عندنا هنا التهاب الغير ايه؟ الغير كحولي. حتى في العالم كله حتى في امريكا التهاب غير كحولي موجود. الناشي دلوقتي اصبح هم العالم فاصبح التهابات الكبد الغير كحوليه التفاعلية اللي هي الناش دي بتبقى من ضمن اسباب حدوث تليف الكبد. في تليف الكبد الناتج عن التهاب المناعي يعني التهاب كبد مناعي بيسموه اوتو اميون هيباتايتس ممكن يعمل تليف في الكبد. في بعض الامراض اللي بيسموها امراض تمثيل غذائي زي مرض ويلسون اللي هو مرض النحاس. احيانا مرض تخزن النحاس تخزن الحديد الهيموكروماتوزيس احيانا بيعمل تليف ولكن ممكن يعمل ورم في الكبد بدون دخول في مرحلة التليف.